مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. ومعنا اليوم مشجع مغربي اللي فرحان ومتفائل بفوز اسود اطلس يوم غد ان شاء الله، يعني وكيدير واحد الرساله وواحد نداء للجماهير اللي كاينه في دوله قطر انها تكون حاضره وتشجع المنتخب الوطني طيله 90 دقيقه باش يجيبوا لنا هذاك الفوز الثمين في اول مباراه ضد كرواتيا. خويا عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا عمر، كيف كتشوف الحظوظ ديال المنتخب الوطني امام كرواتيا؟ وكنعرفو انت تبارك الله عليك يعني منذ الصغر ديالك كنت عاشق كره القدم. وان شاء الله اون فاغاني ان شاء الله. المنتخب السعودي عيد اليوم، حنا نعيدو غدا ان شاء الله، وشي افتتحنا العيد ان شاء الله هو حكيم زياش وحمد الله ان شاء الله. حنا المغاربه ان شاء الله حنا ماشي نهبلوا العالم، على بالك خويا. المنتخب الوطني منتخب اللي كيتكون من اكاديميه محمد السادس والدراري ديال البطوله والدراري ديال ابناء المهجر، وغيعطيونا واحد المنتخب هذا مونديال ان شاء الله، مونديال استثنائي ان شاء الله. يعني كيف كتشوف الحظوظ؟ كلشي كيقول ان كرواتيا منتخب كبير، كرواتيا عندهم مودريتش، كرواتيا عندهم حارس، يعني كيف كتشوف هذه الهضره هذه اللي كيقولوا قبل من بدايه المباراه؟ وحتى حنا عندنا حكيموفيتش وعندنا زياسوفيتش وعندنا بونوفيتش، حنا حتى حنا كواري، حتى حنا عندنا دراري كيلعبوا مع ميسي، مع كونتر كريستيانو، كونتر بنزيما، حنا عندنا لي جوا بروفيسيونيل حنايا، وغادي نلعبوا غادي نلعبوا على الحظوظ ديالنا. وان شاء الله اون فاغاني لو بروميي ماتش، دوزيام ماتش ولا فيكتوار ان شاء الله، تروازيام ماتش نكون ماتشين 7 بوان ان شاء الله، ودوزيام تور في الانتظار خويا. يعني كيف ما قلت لك في التعليق الاول ان دوله قطر كتعرف واحد الحضور جماهيري كبير، والمغاربه لا المقيمين بالدوله القطريه ولا المقيمين بالدول المجاوره، وكذلك اللي مشاو كثر من اللي كاين تما. على بالك خويا دوله قطر والمنتخب خاطر، على بالك خويا نقولوا الكلمه ديالنا، والمنتخب الوطني المغربي راه يهبل، راه غايه شباب ما على بالناش، وربي ربي نجيبوا لا فيكتوار ونحكموهم شي بعيد في المونديال ونخليوها تاريخ، نهبلوا كل شيء خويا. يعني في نظرك انت قادر اننا نفوزوا على كرواتيا؟ نفوزوا على كرواتيا ونضربوا لابيج ونفوتهم ان شاء الله، وهذا المونديال مونديال استثنائي ان شاء الله. شوف هذه الهضره ديما كنقولوها وديما ديما ماليش نقولها، لا فيريتي وترجم للواقع ان شاء الله، ويتعزف النشيد الوطني ان شاء الله في الخليج وفي العالم، وتسمع في العالم تسمع الله الوطن الملك اون فاغاني اون فاغاني ان شاء الله. وكاين مغاربه مشاو من المغرب، وكاين مغاربه العالم ان شاء الله، وقطر بحال اللي كنلعبين في المركب الرياضي محمد الخامس ان شاء الله. كلشي تيقول اننا نربحوا كرواتيا نتعادلوا مع هذه، ما كنشوفش هذه الهضره ديما كنأولوها ونقولوها في الاخر كنرجعوا بلا والو. ولكن حنا دابا حنا خصك تعرف ان كلشي مروكي، كلشي مغربي 100%، مدرب، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، في لاعبين كيدويو بالعربيه، مسلمين، سميتو عبد الله، سميتو عبد القادر، هشام، عمر، يعني راك بحالنا في المغرب. هذا هو لافونتاج اللي عندنا ان شاء الله. وكيف قلت لك السعوديه عيدوا اليوم، حنا نعيدوا غدا ان شاء الله السميع العالم. شحال كتوقع السيد؟ ان شاء الله 3-1 جوز الزيرو خويا، اون فاغاني. نديروا لهم خاطره، وحنا راه لعبنا 3 ماتش اميكو ما دخل عندنا حتى شي بيت وما خسرنا حتى شي ماتش، ودرنا دو ماتش لا فيكتور، وتروازيام ماتش لعبنا ان ماتش ماتشين يعني، وجينا واخا جي واخا جا الركراكي معطل شويه دو موا افون قبل من المونديال، نو جامي تروطار، نقول الكلمه ديالنا. شنو تقول للجمهور اللي غيكون حاضر؟ الجمهور عارف اللي عليه، الجمهور ديما لومبيونس، الروب، لا فيستيفال، حنا غادي ان شاء الله ما غاديش نعسو، اي واحد عنده شي لافته ولا شي تصويره ديال سيدنا غادي يخرجها، غادي يخرجوا الشوارع في المغرب من طنجة للقويره ان شاء الله. كنتي حاضر في قطر؟ على بالك خويا، درامي في جيبي، دروك نحكم الطياره لقطر ونجمع مع الفاميليا، ما على باليش خويا. اخر رساله اخر رساله الله الوطن الملك. اذا مشاهدينا الكرام تبعتوا معنا المشجع المغربي المعروف في المدينه القديمه الاسم ديالو عمر، يعني كيتفائل الفوز وصوت الاطلس اللي كنتمناو كذلك الفوز ان شاء الله يوم غد. وهنا الى هنا ينتهي البث المباشر والى اللقاء.